السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عيسى 400 رجعت لكم من مقطع جديد. رجعت لكم من السفر يا شباب، والله اقسم بالله العلي العظيم ان شوقي لكم تعدى الخيال، وحبي لكم تحدى الجبال. يا الله عليك يا عيسى شاعر وجيمر. يا شباب اقسم بالله اني احبكم ومشتاق لكم الف. رجعت لكم من السفر الحمد لله على سلامتي، الله يسلمكم، لان كل واحد بيكتب لي الحمد لله على السلامه، فالله يسلمكم جميعا واحبكم فرد. اكتبوا لي بالكومنتات الحمد لله على السلامه. المهم رجعنا لكم بفيديو جديد. اشكركم اول شيء كذلك على الدعم اللي كان بمقاطع الفلوج، مقاطع مره دعمها اسطوري، في مقطع راح يوصل 40,000. فيعطيكم الف عافيه على ثقتكم هذه، انكم خليتوني انوع واراويكم الجانب الاخر من عيسى 400 اني انزل لكم فلوجات. الشيء الثاني يا شباب، ابيكم كلكم تشتركون عندي بسناب شات وبالتيك توك. اخيرا فتحت تيك توك، راح يطلع لكم تيك توك هني وراح يطلع لكم السناب شات هني، فلازم تروح تسووا لي اشتراكات في الموقعين هذين لاني راح اكون فيهم فعال باذن الله تعالى. والحين اخليكم مع جراند سيرفر العقارب او مدينه العقارب، ويلا ليتس جو. ثواني يا شباب قبل ما تشوفون المقطع ابي اقولكم عن الخادم اللي قاعد يشغل حاليا سيرفري. طبعا الموقع اسمه ريلم هوستنج، هو موقع استضافه يشغل لك سيرفراتك، يشغل لك العابك المفضله. فلو نروح على قائمه جيمز تشوف الالعاب اللي يمديك تفتح فيها خوادم. مثلا انا سيرفري فاتح عليه خادم 5M، وعندك كذلك راست، وعندك ماينكرافت، وعندك العاب كثيره، عندك ردد، هم حاطين لك الالعاب المشهوره، وعندك ارما، وعندك جي مود. عندهم كذلك خدمات البي بي اس، انك تشغل خدمات البي بي اس ويندوز، كذلك فيها اشتراكات مرة أسطورية. فعلى سبيل المثال إذا نروح على جيمز وتبي تفتح مثلا سيرفر جراند في الفايف ام، سيرفر حياة واقعية، هذه هي الأسعار اللي تشوفها أنت. عندك مثلا شهري، وعندك مدى الحياة. عندك مدى الحياة يا شباب تدفع 300 درهم لايف تايم، خلاص ما ترجع تدفع مرة واحدة. لكن إذا تحط مونثلي أنا أقدر أقول لك أني أنا عندي كود خصم بيطلع لكم على شاشة الحين اسمه ISSA15، يخصم لك على أول فاتورة فقط 15%. فلا تفوت الفرصة، ريلمز هوستنج عندهم قوائم مرة أسطورية، تقدر تتحكم بسيرفرك حتى لو من جوالك. فأنصحكم أي واحد يبي يفتح موقع، يفتح خدمات بي بي اس أو يفتح سيرفر جراند، عليكم بهذا الموقع. تمام يا جماعة الخير، رسبنا في السيرفر مثل ما انتم شايفين، واخيرا وليس اخرا نزلنا جراند ورجعنا من السفر. الله يعلم كثر الشوق اللي فيني لكم، والله اني مشتاق لكم الف يا شباب. فعشان كذي راح اخليكم تملون من كثر ما راح انزل لكم حلقات جراند. الحلقة هذه خلني بس اعطيكم نبذة بسيطة عن الاشياء اللي بتصير. لما انا كنت مسافر كنت اشتغل شوي نوعا ما، كنت ادخل مع بونز، ادخل مع الناس عمليات سرقة. المهم اني جمعت مبلغ حلو واشتريت لي سيارة اللي هي لامبورغيني. اشتريت لامبورغيني يا شباب، بس ما كان عندي فلوس ابدا اني اعدلها. فكلمت بونز، قلت له بونز انت عدل السيارة وبعدين انا بحاسبك. وحاليا بونز موجود في المدينة. نتصل على بونز. وين بونز؟ هذا هو بونز. يلا يا رب يرد علينا. هلا والله بونز. هلا الحمد لله على السلامة. الله يسلمك، قسما بالله اني مشتاق لكم وللشباب وكل شيء. منور. شو اخبارك؟ الله تمام. بشر، شو صار باللامبورغيني اللي اعطيتك اياها؟ موجودة جاهزة من زمان. يا سلامي عليك، يا سلامي عليك. طيب اسمع، مشغول انت؟ لا فاضي، قول لي. تعالي الكازينو. يلا جايك. يلا. حلو يا شباب، انا في بداية كل حلقة راح اجرب لكم عجلة الحظ. ممكن اربح سيارة، راح اعامل سيرفري كسيرفر كجراند اونلاين. تذكرون جراند اونلاين لما تلف العجله وتربح ملابس، تربح ما ادري شنو؟ احنا عندنا نفس الشغله. فبجرب حظي، دائما لما اجرب حظي لحالي ما يصير شيء. فبجرب الحين مع بونز، او خلني ادخل داخل، خلني بس ارسل له رساله. ثواني، واتساب وين بونز؟ او انا ما ارسلت له بونز رساله. تمام، خلوني ارسل له رساله واقول له تعال داخل الكازينو على الواتساب. تعال داخل الكازينو. خلوني احط له فيس. في فيسات الواتساب شوف كلها موجوده، اعطي له هذا الفيس. يلا
خلونا نروح ونجرب. شوف بلعب مرتين، بلعب لحالي الحين عزلة الحظ، وبلعب مع بونز. انتر. يا سلام شو ما بالسيارة هذه. Oh my god bro. Oh hell no man. What the fuck man. ما بالسيارة، بس لو ربحتها راح ابيعها على طول. لا والله حلوة السيارة، حلوة يا شباب صح؟ والله سيارة حلوة. تمام خلونا نشتري. ما ادري اذا عندي انا تيكت، خلونا نجرب. ما اعتقد عندي تيكت. ايه ما عندي تيكت، لازم اشتري. اوكي بونز انا ارسل لي رسالة، كاتب لي اوكي. ليش حط لي صورة واحد يرجع؟ شو ما يحب الكازينو بونز، مسوي فيها الشخص صالح. اوكي باي ويل توكن. اح 1500. طيب خلونا نجرب. تخيلوا لو اربح سيارة يا شباب، لو ربحت سيارة راح اصارخ، انا اقولكم من الحين. يلا خلونا نجرب، ليتس جو. يلا يا رب يا رب. سيارة 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 سيارة. لا مو سيارة. طيب شو ربحت؟ 3 باكج. طيب شو الباكج اللي ربحته؟ قال لي ربحت باكج. طيب شو الباكج؟ هي جرب مرة ثانية. قال لي ربحت باكج، ما ادري باكج شنو. خلنا نجرب. اوكي والله ما اعرف شو هذا الباكج يا شباب، ممكن العاب بلاش، ما ادري، ممكن اعطوني نفس العضوية. اوكي يلا ليتس جو ليتس جو. 3 باكج، شو هذا 3 باكج؟ معلقة على 3 باكج يا شباب. ثواني خلنا نجربها مرة أخيرة. ليش حظي كذا أنا؟ خلاص يرحم أبوك خلاص. يلا الثالثة ثابتة، الثالثة ثابتة يا شباب. هلا هلا بونز. هلا والله. لا يا أخي بونز، ربحت كان العداد على رقم 3 مكتوب لي باكج. بسم الله شو قاعد تطير انت؟ شلون نطير؟ ما ادري سويت قفزه خارقه. المهم مكتوب لي وون باكج بس ما جاني شيء. شو هذا وون باكج؟ ما ادري ما صار شيء يا اخي. خلاص خلاص يا اخي، اتق الله اتق الله انت. ما عندي فلوس، تقدر تعطيني كاش؟ بونز يقول اخي جانا الازعاج هذا. التوق جاي من السفر وهم. يلا يلا بعطيك. حول لي كاش، حول لي كاش. اعطيني بس 1500. انا كم عندي لحظه؟ انا عندي 981. عندي بالبنك والله ما ادري 170,000 او شيء كذي. شباب بونز بينجلط مني والله، دائما اطلب منه فلوس وهو ما يقصر يعني. ايوه اسوي لك فاتوره بس يعني عرفت. اوكي انت اعطيتني بالضبط 1500، ليش بخيل؟ انت قلت تبي 1500. طيب يا رب يا رب. يلا سياره يا شباب. بونز يقول لي بس 5 باكج. شو هذا 5 باكج؟ والله ما قاعد يجيني شيء. ما ادري ما جربتها. باكج ما في كله فاضي كله. جرب العب بالله. طيب روح اشتري تيكت مكتوب يا شباب. ما ادري شكله في مشكله، ما ادري والله. لو ربحت سياره تعطيني اياها. هذا إذا طلعت سيارة صح؟ شو جاك؟ you have won 5 package. ما جاك شيء صح؟ لا. فيها مشكلة أعتقد. ما تشايفين؟ عشان تعرفون المقطع عفوي، ما راح أقص اللقطة هذه.
السكريبت هذا فيه مشكله ممكن يبي له ابديت، المفروض انهم يعطونا شغلات لما نصلح، ما بنصلحها بثواني هاي ما عندنا مشكله. تمام، بما انه هاي ما تشتغل انا راح العب لعبه ثانيه، راح اشتري كوينز. بشتري بس 500 كوينز. يلا بونز، اروح العب وانا بلعب بنشوف كم نجمع. اشتري 500 تمام، بنلعب هذول شو اسمها الجاك بوينت، ما ادري شو اسمها، بلاك جاك قصدك؟ ايه لا لا مو بلاك جاك، هذول هذول. اوكي يلا انت قاعد هني وانا بقعد هني. اي ب 1000. اه 1000 1000 عندي انا. كم اللي عندك؟ 2000. ما في 500؟ ما اتوقع. اه هذه 500، هذه 500، تعال هني. اوكي نشوف يا شباب راح نربح. ابونز حط كل المبلغ اللي عندك جنبك هني. 2000. انا 500 هذا. يلا خلينا نجرب. ايوه هني هني 500 خلاص. اوكي بلشت بلشت بلشت. لازم اضغط. ما ربحت شيء. ربحت بونز 2500. اوكي شباب بس نبي على الاقل صورتين متشابهات. ليتس جو. كم ربحت؟ ما ربحت شيء. اذا ربحت فواكه ما اربح، لازم ميكروفون. شوفوا بالصوره مكتوب لك فوق بونز، شوف اللوحه اللي مكتوب لك اياها فوق الصوره هنا، لازم ترى يكتبوا لك الاغراض اللي بتنجا يعني. فهمت علي صح؟ انا ما ادري كل شوي قاعد اربح 1000. انت شو قاعد تجيب اصلا؟ ما ادري والله. اذا شفت اذا جبت نجمه راح تربح 200، اذا نجمتين 500، اذا ثلاث نجمات بتجيب 50000. لا بس هذا مرسوم لك فوق. فلست فلست. طيب خلاص الكازينو احنا دائما حظنا فيه خايس للامانه، ولا مره ربحنا. ابي اشتري ماي. عندك ماي؟ ماي عندي ماي. تبي ماي؟ انا حيد هني كان متجر. وينه؟ شلناه اتوقع، كنسلناه والله. طيب اعطيني ماي اذا عندك. عندي عصير، عندي عصير. تمام زين. طيب يلا خلينا نروح نشوف السياره، والله متحمس لها بونز. يلا بس لحظه او شباب بعدين بقول انا ما عندي فلوس. بعدين ابيك بموضوع، خلينا نروح الحين. اوكي نشوف باي سياره جايين بونز. اوكي بالكورفت، ليتس جو. غيرت اللون. ايوه. طيب الشرطه ما تقول لك شيء على المخفي الامامي تلوين؟ لا ما عليك، عندي معارف. طيب ايش رايك تفتح لي الباب؟ يا سلام، سلم على الصوت. يلا اركب. يلا حط الحزام. وين سيارتي؟ وين حاطها؟ حاطه بالميكانيك السرداب. حلو. ما تفكر تبيع كورفت؟ ما اعتقد. لا والله حلوة. يا سلام. زين شوف هلا الحين انا سويتك لي حب. يا طيب يا وات ذا فوك يو مان، Why are you driving opposite the road? Excuse me, where my house? Where's my house? Oh man, we don't hear you, man. Can you speak? You be careful, bro. اسمع بونز. ما اسمع. Do you hear him, Bones? I can drive whatever I want. Okay, but you just drive away. اسمع. You are about to be dead because you are driving opposite the road. Bro, you are driving opposite the road. What are you doing? You trying to killing us? No, I,
I don't try to kill you or me, bro. I just okay. This is your way. This is your way. This is your way. This is our way. Okay, but you saw me from there, okay? Even if I saw you, this is my line. Just speed up. Don't speed up, bro. Don't speed up. Who are you? You are coming in the wrong way, and you still talking? Are you crazy, man? No, I'm not. Okay. Anyway, if I call the police, they're gonna put you in the jail. Bro, you don't have to call police, okay? We are fine. Everyone, just go. And you don't have to. We are not fine. Give us money. No, chef. You destroyed my friend car. You just destroyed the Corvette. Bro, if you don't want me to call the police, I'm gonna record you, man. I'm gonna record you. What do you mean record you? I'm gonna take a picture of you. I'm gonna go to police and complain. I don't have any money. Just do what you want, bro. I don't gotta pay you anything. What's your name? What? I don't gotta tell you my name, bro. Why are you scared? I'm just asking about your name. Why do you want to know my name? Because we had an accident, and I need to know with who we had accident. So just tell me your name. It's normal. Well, just the cops have a right to ask me about my name. Okay. I don't gotta tell you my name. What? Okay? You know what? Get out from the car. Get out from the car. Okay. You don't wanna tell us your name. You don't wanna pay the money. You're driving off to the road. You are judging me how to drive. Nah, exactly. Nah. Who are you? And rude. Are you and he's rude, Bonds. And you rude. I am not rude. I'm not rude. Yeah. What's your name? My name is Nutella, okay? Nutella. Yes. Is this your car? I just rented. Okay, wait, boys, let me check the car. Check the car, bro. Right. How much money do you have? I just have $60. I swear, man. I don't have money. $60, huh? Yes. He don't have anything, Bones. He don't have anything. He looks like poor. Next time, Bones, I hear police. Alright. Let's go. Next time, try to respect people, then don't judge people how to drive. هيبة بونز اقسم بالله هيبة انا ما عندي سلاح ما ادري سلاحي وين سوينا لنا رعب انا رافع ضغطي شنو دعمت رفع ضغطي لما كان يركب السيارة يسحب علينا بعد انا اخر شيء قال يقول انت منو عشان اعطيك اسمي بس تعرف المفروض اننا ذبحناه والله أنا كسر خاطري شكله عشان ما يهايط علينا بعدين تعال اوكي سيارتي داخل ايه شوف ما كملت لك الموضوع على طيب شيل سلاحك لا تجيب فيه العيد لحظة انت شلون عندك المفتاح حق الباب انا اللي عارفه راعي المكان الميكانيكي اسمه اكوا او شيء اي اسمه اكوا انت الحين ميكانيكي يعني مؤقت طيب وين سيارتي يا الحبيب سيارتك تحت تعال معي شوفوا السياره يا شباب اسمع علاء الحين انا عدت لك سياره ودفعت عليها وجبت لك اغراض لها لكن Let's go baby يا سلام This is my baby bro ابيك تسوي لي شغلة بونز لحظة شوي انا شو قلت لك لما كنت مسافر قلت لك اني تعبت انا اللي قدرت بس اشتري السيارة هذه بالتعديل قلت لك بحاسبك بعدين انا اصلا ابي اكلمك حتى صراحة انا ما عندي فلوس والله ان ما كم عدلها كم عدلها ما بفلوس شو تبي؟ ابيك تساعدني بس ساعدك في شنو؟ افتح شنطة السيارة بتفهم راح تلاقي شنطة داخل خذها وافتح الشنطة وراح تفهم وراح تعرف ان الشغلات هذه لحظة اذا حاط لي حشيش حاط لي ممنوعات لا انا صار لي زمان بعيد عن الطريق هذا لا هذا من زمان بطلنا عنها الحين لا قاعد نشوف شيء اكبر قلنا نفتح ونشوف اوه شنطه
اذا موافق قل لي موافق. انا الشغله وضح شلون افتحها؟ طيب حطها على اي رقم او سوي لها يوز. المهم ترى فيها حياه وموت. بونز تستهبل انتو هذول قنابل واسلحه و أيوة. حبيبي خذ شنطتك ووخر عني. تخيلك بونز ما ابي مشاكل. خلاص اخذ اللامبورغيني معاي. لا 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 لحظه. طيب لحظه اعطيني بس انزل من السياره. اعطيني نبذه عن الموضوع. قلت لك الموضوع فيه حياه وموت، يا تعيش يا تموت. طيب من متى بيننا احنا طلبات وشروط بونز؟ من متى يعني عدت السياره الحين قاعد تستغلني؟ لا لا ما قاعد استغلك انا، يعني من متى نحن ندفع لبعض فلوس وما ادري شنو؟ لا احنا نبي اشياء، يعني نبي شو اسمه، نبي طيب. نبي نسرق، نبي نسوي اشياء كبيره، يعني مو بس مخدرات وما ادري شنو. طيب هذه شو هذا، شو هالاغراض الموجوده؟ شو بنسوي بالضبط؟ الاغراض اللي عندك اول شيء الاسلحه عشان تدافع عن نفسك، وثاني شيء الاغراض اللي اعطيتك اياها اليو اس بي والشغلات الالكترونيك كيت والشغلات الثانيه. أه. هذه علشان تهكر مكان المنطقه العسكريه. احنا راح نسرق ترى مكان المنطقه العسكريه على فكره. اخ بونز اخ اوكي انا قدها، بس شرط. شنو؟ كم الربح في النهايه؟ الربح شوف، اذا قدرنا نقتل الحراس كلهم احتمال نطلع ب 200 تقريبا 300 الف. ليتس جو، انا جاهز والله جاهز. بس قلت لي مكان عسكري، منطقه عسكريه. طيب يعني اول شيء لازم نروح نشتري شو اسمه، اقنعه صح؟ اقنعه ونشتري الفيست، لا تنسى الفيست. اوكي من محل ملابس سياره، ونروح بسياره يعني ما عليها اسامينا، يعني مو سياره مو باسمنا يعني، عرفت؟ طيب شو رايك ناجر سياره؟ حتى اجار راح تكون باسمك. ايه صح والله، نسرق سياره ونروح هناك. طيب اوكي انا بس ما اعرف الاماكن، تعرف كل شيء؟ طبعا. حلو، وليش ما تسوي المهمه هذه بروحك؟ امدحني قول لك انت قوي وهالكلام، يلا بليز. انت قوي، انت يقول عنك اقوى هاكر وهذا. ايوه صح يا رب. طيب يلا طيب حتى انت مو مصدقني اصلا. طيب خلنا نروح اودي سياره الكراج. يا سلام يا سلام. وعندنا بعد مفاجأة، أول ما نطلع من المهمة بونز عندك مفاجأة يحبها قلبك. يا سلام والله السيارة أسطورية بونز، أشكر فنك. بطل الباب لو سمحت. يلا قفل. طيب أخذ سيارتي علشان ألحقك الجراج. طيب تعال الجراج الملكية. اوكي يلا. يا سلام شوف السيارة يا شباب، هذه سيارتي اخيرا وليس اخرا، صارت عندي سيارة اقدر اتفخر فيها قدام الناس. السيارة هذيك صراحة كانت فشلة، اللي بعتها اللي كان لونها ابيض مرة شكلها فشلة والله. هذه اسطورية لامبورغيني يا حبيبي، شوف السرعة. حلوين. الحين خلونا بس نروح ندخل السيارة عشان بس تسيب. اوكي هذا الكراج. يا سلام ليتس جو بارك فيكل. حلوين. الحين لازم نسرق سيارة. اسمع سيارة قدامنا، تعال نسرقها. لا اشتري. هذه وراك سيارة مرة عادية ما حد بيشك فينا.
اعتقد هذه بالكهرباء بعد، اعتقد هاي بالكهرباء بون صح؟ هذه تقريبا شبه تسلا. اذا بكهرباء بيكون مره تمام لانه ما فيها صوت. اي هذه بالضبط. يخرب بيتك يا بونز، كل عاطني شنطه كلها متفجرات وكلها اسلحه يا شباب. ما سالتك صار كيف جابهم، لازم اساله. قاعد يسرق، قاعد يسرق. خلنا نشوف في شرطه ولا لا. حلو، ما في شرطه. بونز ايه هذا، من وين طلع البوت اللي ورانا؟ اسمع، في مطعم قدامنا، اروح بس عشان نحط الخطه. لازم تفهمني اكثر عن العمليه لاني ما عارف شيء. تمام تمام. الكوفي هذا حق البزنس صح؟ ايوه. طيب حد اشتراه ولا بعده؟ لا بعده. يمدينا ندخل من هني؟ نمتوش اتوقع. اي والله هني، اوكي. طيب الحين لازم تعطيني خطة كاملة وتفهمني شو اللي، على الاقل ندرس الوضع. بس خلوني اقعد. اوكي. يلا خبرني الحين. اوكي شوف. المهمة صعبة. حلو. يعني احنا الاثنين الحين اذا دخلنا امورنا طيبة اذا ركزنا. يعني انا احمي ظهرك وانت تحمي ظهري. اوكي. لان عسكر ترى مو شويه، لانه احتمال يطلع لك يمكن 30 40 50 عسكري راح يطلع، احتمال كلهم لازم نذبحهم. هذا واحد. اثنين. طيب اول شيء الهكر يبي له واحد ذكي، لازم تهكر المكان علشان نفتح باب شو اسمه الخزنة حق اللي بالعسكرية. شو نوع التهكير؟ عندك فكرة؟ شو يطلع لي بالشاشة؟ يطلع لك مثل أرقام، يطلع مثل أرقام راح تشوفها أنت، أتوقع راح تعرفها. في أرقام بس؟ في خانات. أوكي. زين. في رقم واحد وفي رقم اثنين، لازم تحفظ مكانهم. الأشكال قصدك؟ ايوه بالضبط، اللي فيها الوان. هذه والله صعبه بونز، بس ان شاء الله بحاول اسويها. عندك انت يكفي الالكترونيك، يكفي تقريبا انك يعني تحاول مره مرتين ثلاث بس. اذا طيب. خلصوا مصيبه ترى، احتمال واحنا طالعين العسكر راح يعرفوننا في احد قاعد يهكر المكان ويهجمون علينا. عرفت قصدك؟ العساكر البوتات اللي موجودين. أيوة. الموجودين داخل بالضبط. زين، ونفترض ان نجحنا في العمليه اول وحده اللي هي التهكير، بعدين شو نسوي؟ بعد ما ننجح في هنجر، لما نروح الهنجر هنا لازم نخلي السياره بعيد. يعني راح نروح الهنجر مشي، هو تقريبا راح يكون المسافه بعيده بس راح نروح مشي، لان العسكر راح يطلعون لك من اي مكان انت ما تدري. طيب يطلعون لك، احنا لازم نكون منتبهين. انت راح تشوف يمين وانا راح اشوف يسار، عاد اشوف العسكر من اول ما يطلعون انت لازم تهبطك، واذا طلقنا راح يطلعون كلهم ترى. طيب انا قصدي انه بس في عمليه واحده، يعني نهكر وخلاص. اي نهكر. حلو. بعد التهكير نذبح العسكر ترى فيها فلوس. وليش حط لي قنابل؟ طيب القنابل اتوقع هذه عشان في شيء راح فجره، في شيء اتوقع. اوكي فهمت. طيب يلا خلينا نروح نتوكل، واللي فيها فيها. أكيد جاهز. جاهز. ما أنت الأسلحة هاي كلها فيها ذخيرة صح؟ عطيني ذخيرة أنت. خلاص بس نروح نشتري قناع. هي المهمة أساساً يبيلها خمسة ستة سبعة. اسمع بشتري لي سيارة ثانية. خلوني آكل. تعبي بنزين وارجع. بكون مخلص. القناع هنا، لازم احط لي قناع بس علشان الشرطه ما تعرفني. حلو، بحطي هذا يا شباب. هذا بوت ولا شنو؟ اوكي يا شباب، هذا بونز وصل.
روح روح غير قناعك بسرعة. ايه اشتريت قناعة انا. طيب شيله شيله الحين شيله. بعدين قناع قناع مجاهد هذا مو شو اسمه. تمام يا جماعة الخير، رحنا لمكان سري تدفع فيه تقريبا 10,000 اذا ما خاب ظني علشان يرسلوا لك مكان التهكير، فحاليا انا سويت المكان وما طلعت لكم بالمقطع علشان ما ينشهر والناس كلها تصير اغنياء. هذا هو مكان التهكير، شوفوا جاني علامة بالماب. فالحين احنا رايحين نهكر المطار العسكري هذا. والله بونز احس اني بجيب العيد، ما ادري احس اني بجيب. الله يسامحك يا بونز، ما تهنيت بسيارتي على طول، سيارة مهمة حياة وموت بعدها. اسحب على الخريطة، هذا جسر اختصار. الله يستر يا بونز. التهكير انا عرفته شيء واحد قصده، هذا مرة صعب يبي له ذكاء، يعني مستحيل اسويها من اول مرة. يعني يطلقون علينا، انتبه. اسمع، ما راح يطلقون علينا بدون سبب ولا شلون؟ لا لا، اذا طلقت راح يطلقون. او ماي جاد، طياير حربية. اسمع بس خليك طبيعي. اوه الله يستر، والله اني مرتبك يا بونز. التهكير انا ما اعرف. شوف، اذا خلصنا التهكير بتكون امورنا طيبه صح؟ اذا خلصنا التهكير هني يبدا الاكشن. نقعدها احنا قدها، صدقني احنا قدها، بنموت في اول ثانيه. شوف اذا مت والله ينزل المقطع. ها انا اقولها قدامكم يا شباب، اذا متنا المقطع ينزل والله، اذا فشلنا ما عندي مشكله. اكيد الحين راح ابلش تهكير يا شباب. بس لحظه، شو اللي بنهكره بالضبط بونز؟ اوكي طيب، حط القناع. شو رايك بقناعي؟ اوكي هذا اللي لازم نحكره الحين. ايه بس طلع سلاحك. انا بطلع سلاحي. طلع انت سلاحك، طلع سلاحك، خليني افتح الشنطة انا. اوكي اوكي، تقدر تبلش الحين. طيب لحظة، خليني احط 9. اوكي الحين لازم اكون سريع يا شباب. ديسيبل الارم سيستم. حلوين، شوفوا 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 التهكير، شوفوا التهكير. او ماي جاد، طلع اللابتوب طلع اللابتوب. حلوين يا شباب، الحين لازم افكر لازم افكر. 1 و2. حلو، 1 و2. اوكي شيب نمبر 2، مربع سكوير اند نمبر كلر 1. نمبر كلر 1 وايت ولا يلو؟ والله ما اعرف. خلنا يلا وايت. غلط، اول محاوله فشلت يا بونز. حاول مره ثانيه. شكله كان اصفر. اي عندي 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 عندي. والله صعبه، توتر ألف يا شباب، توتر ألف. يا رب تضبط يا رب تضبط. حلو، رقم 1 و2. ركز يا عيسى. باك جراوند كلر 2 بيربل كلر اند نمبر كلر 1 بعد بيربل. بيربل سويتها بونز. كفو سويتها والله. طلع سلاحك بسرعه. جاتني علامه قنبله بالماب. ايوه هذا شو اسمه، واحد من القنابل عطتك اياه. خليني اطلع القنابل كلهم. او ماي جاد او ماي جاد يا شباب. طلع السلاح، طيب رقم 3، طلع الذخيره، وطلع بعد الاسم جي. ام جي اعطيه رقم 2. 1. نروح بسيارة، شوف سيارة ترى ما كهرباء عادي، ما فيها صوت. لا لأنه راح يشوفون سيارة إنه راح تقرب صوب المنطقة هناك. راح طيب. يطلعون يطلقون، ما يمديك تنزل من السيارة حتى. طيب شوف بونز، أنت امشي سيدة. عند المبنى. شوف. وأنا بروح عند البرج.
شوف انت خليك بالسيارة اوكي تجيبها عشان لما نسرق بسرعة نهرب. انا راح اسبقك انا بالمشي. طيب يلا في احد. اوكي اوكي ارمي على اوه في عساكر في عساكر. ما ما ما, ما عندي راديو. بونز في عساكر ورانا ترى انتبه. اوكي اعتقد اول ما نفجر راح تصير المشاكل كلها. راح يطلقون علينا العساكر الموجودين. اوكي الحين لازم افجر مكان موجود هنا. عسكري في عسكري. اوح والله كتار. مشكلة ما عندي راديو. شوفوا يا شباب قدامي هذا واحد وهنا اثنين. ما اسوي الحين؟ اه يطلقون. حلو ذبحناهم. كفو يا بونز والله قاعد يطلق من بعيد. كفو. وين التفجير؟ هنا التفجير. ايوه حط القنبلة. You currently can what؟ ليش؟ يقول لي ما اقدر اسويها. ليش؟ سوي لها يوز. اوكي نجرب يا شباب. اوكي اوكي بونز انتبه. ارجع 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 بتنفجر. طلع طلع طلع. عساكر عساكر. حلوين. بونز يبون نروح داخل. يبون نروح داخل نجيب الاموال الحين. الحين وين حطولك؟ داخل داخل الهنجر هناك داخل قدامي. يلا جاهز. جاهز. اوكي هو مو بعيد مرة. قدامي يا شباب ما ادري كم عسكري. اسمع انا عندي قنابل بحاول ارميهم قنابل اذا كانوا متجمعين. اوكي اعتقد بعد هذا الصندوق او المبنى هذا الصغير راح نشوف العساكر. أيوة. بونز هنا داخل داخل. ها اوح والله في عساكر يتحركون 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 بسرعه مستنفرين معناتهم عارفوا الموضوع. راح يجونا راح يجونا. اوح والله كثير جايين جايين جايين. ذبحته. اوح والله كثير. ما عندي طلق ما عندي طلق. طلقوا علي. جاني جاني ورا جاني ورا. ما عندي طلق ما عندي طلق. حلو بموت. لا لا بموت ارجوكم. لا لا هربت 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 هربت. لا منو ضربني بسنايبر؟ حتى مو انا بونز متنا. انا بونز متنا. شوف بونز ميت. هذا انا منو؟ استخبارات والله مستحيل اثنين. لا لا بجيب بجيب عصابة العقارب كلهم يا شباب والله ما في فايدة. تمام يا شباب وصلنا لنهاية المقطع. كانت نهايتنا أليمة لكن المقطع الجاي راح تشوفوا كيف راح نداهم المكان ونسرق كل ما هو موجود. فكان معاكم عيسى 400. لا تنسون الدعم وأحبكم.